هذا الشخص اشترى من الماكدونالدز، والصدمة انه بس فتح العلبة لقى القطار توماس قدامه، لكن بشكل لعبة صغيرة. لكن هون بالاخر صار شيء صدقوني رح تنصدموا باخر الفيديو. Let's get that Thomas toy. Oh my god. Oh my god, are you bleeding? Dude. Wait, no. What's coming out of his eyes? He's bleeding. بودي بودي بودي، الكل بآخر فترة بقول لي أنت ليه مش عم تنزل كتير، أو بالأحرى ليش قاطع؟ أخواتي نحن عنا بلبنان الصراحة كتير برد، أنا الصراحة هيك ببرد كتير، وبهالفترة هيك بقعد تحت التخت شوي أو تحت الحرام، علي ما علي كتير برد، فعشان هيك ما بطلع وبحكي قصص أو بعمل مغامرات. فدك تطولوا بالكوا علي حتى هيك قربنا برمضان، يعني إن شاء الله برمضان يعني رح يصير في إشي هيك. مرحب مرحب، خلص ما بدي أحرق عليكم، انطروا. فإذا أنت مش مشترك بالقناة اشترك وفعل جرس التنبيه وحط لايك، خلينا نوصل 100,000 لايك على هذا المقطع. طيب ما بدي أحرق عليكم، خلينا نفوت دغري بالقصة. هون بيقول هذا الرجال زي ما انتو شايفين توماس يلي كان يسموه هذا القطار باسمه رجع، لكن على شرير، بالاحرى يعني صار في اشياء في صراحة بتخوف. وكمان ما بدي اطول عليكم، رح يحكي لكم شو رح يصير معه، بس اشترى من عند الماكدونالدز. هون ببلش حلقته باليوتيوب كالعادة، بيقول فيها مرحبا اصدقائي، هون بيقول انه رح يجرب اليوم تجربة كتير خطيرة، لانه ماكدونالدز عامل عرض انه اذا راح واشترى من عنده رح يعطوه لعبة مجانية، لكن هو ما بيعرف شو اللعبة يلي بقلب الماك. فقرر هو وصاحبه انه يروح عند ماك وعشان يشتروا اي وجبة لحتى يطلع لن هيدا الوحش الاحرى لعبي يعني. هون زي ما انتو شايفين راحوا وقعدوا بالسيارة لحتى ينطلقوا ويروحوا لعند الماكدونالدز ويشتروا من عندها هاي الوجبة. بس قبل ما يروح قعد يذكر انه هاي اللعبة او بالاحرى الرسوم اللي كنتوا تحضروها اللي عم تحكي عن القطار توماس كتير هالفترة عم تطلع منها شريرة. المهم هون حملوا حالا وراحوا وانطلقوا. زي ما انتو شايفين هون بيأرجونا انه هلأ صارت الساعة 3 الليل وهني ما خايفين ابدا ورح يعملوا يلي بدهم يعملوه. فتقدموا شوي لقدام وتبين قدامن انه وصلوا لمحل الماكدونالدز، وقفوا على الشمال لحتى يطلبوا الطلب يلي بدهم اياه، او بالاحرى الطلب يلي موجود فيه هاي اللعبه. فاول هم ما طلبوا قعدوا يضحكوا وقالوا انه هاي الموضوع كله كذب بكذب، لكن هني ما كانوا عارفين شو كانوا ناطرينن. المهم هون بعد ما طلب الطلب دغري قدم لحتى يروح ياخذ الوجبه، وبالفعل اخذ الوجبه من صاحب المطعم. قرروا انه يروحوا او يصفوا على جنب لحتى يروحوا ويفتحوا هيدي الوجبة ويعرفوا شو في بقلبها. هون زي ما انتو شايفين قدامكو اول ما فتحوا الوجبة تفاجأ كتير وانصدم هو وصاحبه، لانه تفاجأوا وشافوا القطار توماس الصغير موجود بقلب هاي الوجبة. صراحة كتير كتير انصدموا لما طلعوه، قعدوا يشوفوه هيك بطريقة كتير غريبة ويقولوا معقولة هذا نفسه اللي منشوفه على التلفزيون؟ صراحة عن جد مش مصدقين، لانه هاي اللعبة اللي كانت صغيرة بتختلف عن الباقي الالعاب اللي محطوطة زيها. طبعا اللي قصدي يعني بتلاقيها بمحلات البيع، لانه هاي غريبة او بالاحرى غريبة من نوعها. صراحة كان مكتوب تحتها انه هيدي نادرة، وتارك حبات البطاطا الباقيين هيك مفرفطين. هون بلشوا الاثنين يخافوا انه كيف حدا ماكلها ونحن اول ما استلمناها، ولحدا من المطعم اكلها. الصراحة خلينا نجرب انه نرجع له للزلمة ونشوف شو فيه. هون بعد مش مكفيين حكيين طلع تحت الوجبة هيك زي اكنه ورقة مخزوقة ومكتوب عليها شوية ارقام لكن مقطش، فبلش يفتشوا بقلب هيدي الصندوقة لحتى يكملوا باقي الورقة، وبالفعل وجدوا باقي الورقة. فلما هون قعدوا يجمعوا فيها هيك لاقوا رقم تسلسلة عبارة عن منطقة من المناطق موجودة بامريكا. قرر جيستر وصاحبه انه يشوفوا وين هاي المنطقة لحتى يروحوا ويشوفوها، بلش يحطها بالجوجل ماب، لكن أول مرة ما كان يلاقيها، ورجع حتى مرة تانية وأبدا أبدا ما كان يلاقيها، لحتى يئس كتير ومسك التليفون صاحبه وقرر أنه هو يدور بإيده. بالفعل لقاها من أول مرة، لكن لأنه هو اللي طلع الورقة المخزوقة. المهم هون قرروا أنه ينطلقوا على هاي المنطقة، لكن قالوا هون أنه هديك المنطقة هي بس للأشباح ومستحيل ولا قطار يمرق من هناك، كيف إحنا بدنا نروح من دون ما يكون معنا حدا؟ أنت حاطط براسك هذا الشيء جيستر؟ قال خلص نحن لازم نتخلي المتابعين يشوفوا كل شيء وما بيأثر، خلينا ننطلق. وبالفعل انطلق هو وصاحبه على هيدي المنطقة المخيفة. فهون أول ما وصلوها كان الطريق كتير معتم ما شايفين أي حدا، فجأة بس ضل دقيقة واحدة هنيك
وبلشت القطار تيجي وتروح، مع انه هاي المنطقة يعني زي اكنه محظورة، اتفاجأوا فيها القطارات من اللي عم تيجي. فاجا قال صاحبه شكل هاي المنطقة رجعوا فتحوها مع انه كانت هي محظورة، دققوا كتير على الحكي ورجعوا كملوا طريق. وهون بلش صاحبه يشك انه هاي مش المنطقة اللي احنا اجيناها صحيحة، احنا لازم نفتش على المنطقة الصحيحة. وبلش يحمل تليفونه وبلش يشوف انه هاي المنطقة صحيحة ولا لا، لكن كله على الفاضي لانه الارسال انقطع. فاجا قال له جستر طب كيف الارسال انقطع، يعني احنا بخطر هلا؟ قال له خلينا نروح، انا بلشت اخاف. اجا قال له جستر لا انا رح ابقى عشان المتابعين لحتى اعرف شو رح يصير. وقرروا هون الاثنين انه يطلعوا اللعبة وبلشوا يلعبوا فيها. وبالفعل هون اول ما صاحبه مسك القطار بلش يلعب فيها على سكة القطار، لكن جستر قاعد ينبهه انت شو عم تعمل، شو عم تصير معك، بركي صار شيء. قال له خلص انه هاي مجرد لعبة وما رح يصير اي شيء. لكن الغبي صاحبه ما كان بيعرف شو رح يصير، مسك هذا القطار الصغير ورماه على الهواء ورجع نزل على الارض. وقتها هون صار شيء كتير غريب، طلع صوت مخيف كتير، وبالاحرى سمع صوت قطار جاي من بعيد. كان صوته كتير عالي، لكن هذا الصوت كان يوحي لهم مش قطار عادي، هذا القطار توماس. هون بلشوا هيك يهربوا من الصوت، لكن ما كانوا يعرفوا منين عم يجي. فهون اول ما طلعوا وراهن اتفاجئوا بصوت القطار كان قوي، بالاحرى صوت القطار توماس، وكان هيك عم يجري باسرع السرعه. حتى هون الاثنين اتفاجئوا انه كيف هيك عم يركض ورانا، وبوقتها هربوا وبعدوا عن سكه القطار. بدي احرق عليكم شوفوا شو صار. وفجأة هون لما راح القطار قرروا انه يروحوا يشوفوا شو صار بالقطار الصغير يلي رموه، وبالاحرى يلي صاحبه رماه. وجستر قاعد يقول لصاحبه انت شفت شو عملت، كنت بدك تنهي حياتنا، كيف عملت هيك، كيف سويت هيك، انت غبي، are you stupid. صراحة ما بعرف شو بدي احكي. المهم هون بعد ما راحوا شافوا القطار الصغير لقوا هيك انه كل شيء كان طبيعي، الا انه كانت عينه كانت مضروب شوي. هون صار شيء صدم الملايين، انه القطار بلش ينزل دم. What the hell? Oh my god, are you bleeding? Dude. Wait, no. Blood coming out of his eyes. ومن عينه كمان. هون الاثنين خلص انهبلوا، ما عارف شو بدهم يعملوا، معقولي هذا القطار يروح شيطاني او شيء، الصراحة ما عارف شو بدهم يعملوا. قرروا انه يروحوا يرقدوا لعند السيارة يلي إلهن عشان خلص انه بده يخلصوا كل شيء. اللي نهق الدم هنيك كتير كتير، حتى خلص انتلت ايده لجستر. قرر هون بعد ما خاف كتير قرر انه ينهي الفيديو، بس تكون خلصت القصة. اخوات اذا حابين هيك اعمل تجارب كمان، في عنا هون قطار ما بعرف اذا حابين اعمله، اذا حابين وصلوا هالمقطع 100,000 لايك رح اعمل مقطع مثله، اوكي؟ ورح نجرب اذا هذا الشيء حقيقي ولا لا. اذا عجبكم المقطع ما تنسوا السبسكرايب وتفعل جرس التنبيه. يلا سلام.